لانقطاع الكهرباء الذي شهدته العاصمة لمدة ساعات تعود أسبابه إلى عطل فني داخل المحول الذي يزود العاصمة بالكهرباء. الحادث المتمثل في تماس كهربائي أدى إلى توقف المحطة الكهربائية بعرفات وإصابة أحد العمال التابعين للشركة مانتالي التي كانت تشرف على أعمال صيانة بالمحطة. اليوم في محطة عرفات واحد خلق حريق كبير جدا ناتج عن أعمال صيانة تقوم بها شركة مالانتالي التي تسير الشبكة. هذا الحادث إذن سقط أحد العمال الفنيين جريحا نتيجة هذا الحادث، وانقطاع التيار الكهربائي عن كامل مدينة نواكشوط. إذن الأعمال قد جرت من طرف الفريق الفني الذي يسهر على هذه المحطة، وكان وقت قياسي مقارنة بحجم الأخطار التي نتجت عن هذا الحادث. إذن في البداية الفريق الفني سيطر على الحريق بواسطة الزكتينتر المطفئات وقبل تدخل الحماية المدنية، ولم يتسرب إلى بقية المحطة لله الحمد. وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتمكن عمال الشركة من السيطرة على الحريق وإعادة الكهرباء إلى مدينة نواكشوط. وزير النفط والطاقة والمعادن محمد الخونة تفقد الحالة الصحية للعامل المصاب التابع لشركة تسيير مانتالي، واطمأن على صحته رفقة المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء وبعض عمال القطاع.